من المصدر أونلاين: الحكومة اليمنية توجه بطباعة مليون جواز سفر. مواطن تعرض لحادث سطو مسلح في العبر يتحدث لموقع ألماني: لم يتركوا لنا فلسا واحدا. ومن الجارديان: اللاجئون السوريون يجبرون على هدم منازلهم في لبنان. أهلا بكم. أقرت الحكومة اليمنية طباعة دفعة كبيرة من جوازات السفر. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، كرس لمناقشة العلاقة بين الحكومة وشركاء التنمية من الدول والمنظمات، ويعنون موقع المصدر أونلاين: الحكومة اليمنية توجه بطباعة مليون جواز سفر. وفي الاجتماع الاستثنائي وافق مجلس الوزراء على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القيمة والأخرى، بما في ذلك طباعة مليون جواز إضافي. وفقا للموقع، فقد وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك وزارتي الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وبشكل عاجل. وكانت مصلحة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية أعلنت في فبراير الماضي توقف إصدار الجوازات لنفاذ الدفاتر، مما سبب في حرمان آلاف اليمنيين من الحصول على الهوية الخاصة بالتنقل بين الدول. ورغم إعلان المصلحة مطلع إبريل الماضي معاودة إصدار الجوازات ووصول دفعات منها، لأنها لم تكفي للأسماء التي سجلت والمقدرة بعشرات الآلاف، مما اضطر المصلحة لاقتصار إصدار الجوازات على الحالات الطارئة والمريضة فقط. يتحسر الطالب في مدرسة 26 سبتمبر بتعز يعقوب محمد على شهور المذاكرة التي قضاها استعدادا لخوض الامتحانات النهائية للصف الثالث ثانوي، وهو يشاهد زملائه في لجنته الامتحانية يمارسون الغش عبر الهواتف النقالة. وعنون موقع المشاهد نت: الأهالي والمراقبون يساعدون الغش بين الطلاب في لجان امتحانات الثانوية برعاية الرسمية. ويقول يعقوب للمشاهد: مؤلم جدا أن تتعب طوال العام في المذاكرة والاجتهاد، وفي نهاية المطاف يحصل آخرون ممن لم يبذلوا جهدا يذكر على معدل يفوق معدلك نتيجة الغش. وبحسب التربوي في قطاع التوجيه بمكتب التربية في محافظة تعز يوسف محمد، فقد تنامت ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظة تعز وغيرها من المدارس أو مدارس المحافظات الأخرى خلال سنوات الحرب، مؤكدا أن الطلاب لا يبذلون جهدا خلال العام الدراسي لأنهم يعلمون مسبقا أنهم سيحصلون على ما يريدون بالغش. ويضيف الموقع: يتجمهر أولياء الأمور أمام المراكز الامتحانية في محاولة منهم لإيصال الغش إلى أبنائهم داخل اللجان الامتحانية. حسن عبد الوارث يكتب في يمن مونيتور مقالا تحت عنوان: هذه حقيقتنا. لخص فيه أسبابا تجعل الحرب مستمرة وطويلة، وقال الكاتب في جزء من المقال: إننا نعود في كل مرة إلى حيث بدأنا أو إلى حيث أخطأنا، وكأننا ويا لحماقتنا نبحث عن مفاجأة جديدة أو خاتمة مغايرة في شريط سينمائي أعدنا تشغيله ومشاهدته عدة مرات متتالية. ومرد ذلك أن الرؤوس المريضة والمشاريع الصغيرة والحالات المتخلفة هي التي ظلت تسيطر على مقاليد حكم البلاد والعباد منذ ثورة 1962 واستقلال 1967 وحتى هذه اللحظة. وحين كان يبزغ في الأفق مشروع كبير أو رأس نظيفة أو حالة خيرة أو نيرة، كان التخلف بمسمياته وشخصياته وملبوساته المتخلفة يكمن لها بالمرصاد للانقضاض عليها. وكانت الفئات المثقفة أو المتعلمة تقع ضحية إحدى الحالات التراجيدية في المشهد، إما الاصطفاف مع الجانب المتخلف عن خوف أو طمع أو حساب خاطئ،
وإما المغامرة بالمواجهة التصادمية دون تريث وحلم وروية، وإما الركون إلى ركن مظلم بارد سرعان ما تنسج في أرجائه خيوط العنكبوت، أو الالتحاف بكومة قش أصفر مكنوس من مكتبة قديمة. إن المشهد القائم اليوم سيطول بالضرورة إلى أمد غير معلوم، وستتناسل مشاهده وتتشظى تبعاته على نحو عصي على التكهن، وسيبدو لنا أننا نعيد الشريط ذاته على نحو يومي دون كلل أو ملل، وفي آخر الشوط نذهب لنكنس رمادنا وندفن جثثنا ونعيد المشاهدة أو المشاركة أو الهروب لسبب في غاية البساطة والوضوح، ولكنه في غاية الدرامية والكارثية. إننا نخوض حرباً ليست لنا، ولكن في ساحتنا نحن، وليس بأسلحتنا ولكن بأرواحنا نحن. حرباً قضيتها ماضوية وأدواتها مضارعة، ولكن المستقبل، مستقبلنا نحن، هو الضحية. ولذا فإن هذه الحرب بالذات ستطول وتتطاول، ومن ذا الذي يجرؤ على الاعتقاد بعكس ذلك؟ وعلى أي أساس يبنى هذا الاعتقاد في الأصل؟ بدلاً من افتتاح أقسام جديدة لمعالجة الناس في مستشفى ذمار، أقدمت ميليشيا الحوثي على افتتاح قسم مختلف تماماً وفقاً لموقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تستحدث سجناً سرياً في مستشفى الهيئة بذمار. مصادر حقوقية في محافظة ذمار قالت إن ميليشيات الحوثي استحدثت سجناً أسفل مبنى أحد المستشفيات الحكومية الخاضعة لها، وأفادت المصادر الحقوقية أن ميليشيات الحوثي حولت أجزاءً من المبنى السفلي لمستشفى هيئة ذمار العام الواقع وسط المدينة إلى سجن سري يقبع فيه نحو 80 مختطفاً من محافظات يمنية عدة، وتفرض ميليشيات الحوثي حراسة أمنية مشددة عليه في الوقت الذي تكتظ فيه سجون أخرى أنشأتها الميليشيا في ذمار بالمناوئين لها. موقع يمن مونيتور يعنون: نجاة ركاب طائرة اليمنية من موت محقق. يقول الموقع في التفاصيل إن طائرة يمنية تقل عشرات الركاب عادت إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها منه. الخطوط الجوية اليمنية أرجعت السبب إلى تأزم صحة أحد الركاب، فيما يقول الركاب إن السبب خلل فني كبير كانت الطائرة ستقع بسببه. ونقل المركز الإعلامي لليمنية أن كابتن الطائرة عاد إلى مطار القاهرة عقب إقلاعها تقديرا لحالة إحدى النساء المريضات تدعى رضية عبد الله علوي السقاف التي تأزمت صحتها وهي على متن الطائرة. فيما قال الركاب في شهادات متطابقة من مطار القاهرة إنهم نجوا من موت محقق، وكان كابتن الطائرة أخبرهم بالعودة بسبب خلل فني، فيما شاهدوا مضيفات الطائرة يبكين بسبب الخلل وتوقعوا الموت. ويضيف الموقع: لم يصدر أي تعليق من وزارة النقل، فيما لا يزال الركاب العائدون عالقين في صالة الانتظار بمطار القاهرة حتى الآن. ضد مقولة لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين، تحت هذا العنوان كتب وسام سعادة مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: فكرة أن لا ديمقراطية لغير الديمقراطيين هي بحد ذاتها تراجع عن الديمقراطيين لغير الديمقراطيين، فكيف إذا أتبعت هذه الفكرة بملحقاتها وأبرزها أن إنتاج الديمقراطيين الذي سيغلق لأجلهم هذا النادي السياسي التداولي الذي اسمه الديمقراطية لا يمكن أن يتم في ظل الديمقراطية نفسها؟ لا يعني هذا أنه ليس للديمقراطية أعداء، ولا أن هؤلاء الأعداء هم فقط الذين يتجنبونها ويقاطعونها، لكن تطوير نظرة للديمقراطية على قاعدة تجذير غريزة الاشتباه طول الوقت بأن هناك متحايلين عليها هو ابتزاز ذاتي مضر وممل. استخدمت حجة لا ديمقراطية لغير الديمقراطيين في أيام الحرب الباردة والمكارثية ضد الشيوعيين، وهي تستخدم اليوم سواء بسواء ضد اليمين المتطرف من قبل بعض الداعين إلى استبعاده بشكل أو بآخر، هذا في أوروبا، وضد الإسلاميين في كل مكان من العالم الإسلامي تقريباً
تتاح فرصة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع. الديمقراطية هي دائما شكل من أشكال استمرار حرب أهلية ما في بلد ما بوسائل أخرى، أي بوسائل السلم الأهلي. الديمقراطية شكل لإنهاء واستمرار مفعول إنهاء هذه الحروب الأهلية، هذه الحروب للكل ضد الكل، أما استثناء قوى منها بحجة أنها غير صالحة لها أو أنها غير مؤمنة بها، فهو إلى حد كبير تخليط لمنطق الحرب الأهلية بمنطق السلم الأهلي. الإيمان بالديمقراطية ليس أصلاً من أصول الانخراط في اللعبة الديمقراطية، ولا ينبغي أن يكون شرطاً لخوضها. الديمقراطية هي منظومة وسائل احتكام بين متخاصمين ومتنافسين، لكن لا ينبثق عن هذه المنظومة مسلك تنسقي أو تعبدي لهذه الفكرة، أو لا يعتبر مثل هذا مسلكاً ديمقراطية بالمرة، بل تشويه للفهم والممارسة. الحرب في اليمن وضعت سكان البلد الفقير في الخليج أمام صعوبات ومعاناة لم يعرفوها من قبل، حتى المعابر على دول الجوار صارت تشكل مصدر خطر وقلق، كما هو حال معبر الوديعة المنفذ الوحيد حاليا إلى السعودية. هذا ما يقوله موقع دي دبليو الألماني ويعنون الموقع. معبر الوديعة، معاناة اليمنيين على طريق المنفذ الوحيد مع السعودية. ويورد الموقع حالات من معاناة اليمنيين، فأحمد الجابري بعد أن تجاوز مسافة ما يقرب من 40 كيلومتر في الأراضي اليمنية قادما من منفذ الوديعة الشريان الوحيد مع السعودية، كان 5 ملثمين بانتظاره على جانبي الطريق باشروا بإطلاق النار على السيارة التي يستقلها رفقة 2 من أقاربه لينهبوا كل ما في حوزتهم، حيث حدث هذا خلال مرورهم بما بات يعرف بمعاناة طريق الموت التي تبدأ بالمسافة البعيدة للمنفذ ولا تنتهي عند عصابات قطاع الطرق والنهب ولا بالطوابير الطويلة على أبواب المعبر. كان توقيت الحادثة هو 6:30 صباحا في 16 من يونيو 2019 وفقا لما يروي الجابري لدي دبليو عربية، حيث كان عائدا إلى اليمن بعد أداء العمرة في مكة المكرمة ومعه أحد أبناء عمومته وزوجته قبل أن يصوب الملثمون الأسلحة مباشرة إلى رؤوسهم ليتم نهب كل ممتلكاتهم من أموال بالعملتين اليمنية والسعودية، بالإضافة إلى نهب هواتفهم النقالة ووثائقهم الشخصية قبل أن يخلوا سبيلهم دون أن يتركوا فلسا واحدا في جيوبهم. ويقول الجابري: لا أستطيع وصف شناعة الحادث، خصوصا بوجود العائلة نساء معنا، إحساس لا يمكن وصفه. كنا نعتقد أنهم سيتخلصون منا بالقتل، خصوصا أنهم باشروا بإطلاق النار على الأرض وتوجيه الأسلحة للرأس والصدر. ترامب يريد جعل إيران عظيمة مرة أخرى. هذه هي الطريقة تحت هذا العنوان كتب جيسون رضيان مقاله المنشور في الواشنطن بوست. فرض الرئيس ترامب يوم الاثنين الماضي عقوبات جديدة على إيران استهدفت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والكيانات ذات الصلة هذه المرة، لكن هذه العقوبات تأتي في وقت يقول فيه ترامب إنه حريص على التفاوض مع النظام الإيراني. الآن هي اللحظة المناسبة إن كان ثمة مثل هذه اللحظة من الأساس، لأن يستخدم ترامب ما يصفه بمهاراته الإبداعية في إبرام الصفقات لدعم الشعب الإيراني، بينما يستمر مع ذلك في ممارسة الضغط على النظام ونخبه. وهناك خيارات متاحة له إذا أراد حقا كما قال الأسبوع الماضي أن يجعل إيران عظيمة مرة أخرى. يجب أن يكون دعم وتمكين الشعب الإيراني الذي يستمر في أن يكون الضحية الرئيسية لسياسة إدارة ترامب في إيران شأنا حتميا. لن يؤدي تطبيق المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران إلا إلى زيادة تدهور الاقتصاد الإيراني الهش وتفاقم معاناة الإيرانيين العاديين. سيكون من شأن فتح الطريق لتسهيل تسليم الحوالات المالية والسماح للإيرانيين بإجراء اتصالات مع بعضهم بعضا بين إيران والولايات المتحدة أن يساعدا على إثبات أن إدارة ترامب لا تحاول إلحاق الأذى بالجمهور الإيراني.
سوف يعني اقتران هذه الحوافز لمساعدة الإيرانيين مباشرة على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، منح الإدارة الأمريكية فرصة للقيام بأمرين التزمت بهما على نية وفشلت في الوفاء بهما، مع ذلك إعادة الأمريكيين إلى الوطن ودعم تطلعات الإيرانيين العاديين. سيكون من شأن مساعدة البلد على التأهب للأزمات الإنسانية المحتملة أن تنشأ قناة غير سياسية للتعاون، لكنها ستسلط الضوء أيضاً على التزام الولايات المتحدة بتحسين ظروف الناس بغض النظر عن مكان إقامتهم في العالم. وعلى المدى الطويل سوف يحقق فتح قناة بناءة للمفاوضات أكثر بكثير مما يمكن أن تحققه أي سياسات قائمة على مبدأ أقصى ضغط تمارسه إدارة ترامب. ليس هناك أقصى من أن يطلب منك هدم المنزل الذي بنيته. وفقا لصحيفة الجاردن البريطانية فإن العرب يفعلون ذلك ببعضهم، وعنونت الصحيفة: اللاجئون السوريون يجبرون على هدم منازلهم في لبنان. وقالت كاتبة التقرير إن قرار تدمير هذه المنازل يترك نحو 5000 عائلة سورية من دون مأوى من جديد، وأضافت أن اللاجئين السوريين في لبنان أجبروا على هدم منازلهم في إطار حملة جديدة من قبل السلطات اللبنانية لدفعهم للعودة إلى أوطانهم. وتابعت بالقول إن بلدة عرسال تضم مستوطنات غير رسمية يعيش فيها 55000 لاجئ. ونقلت كاتبة التقرير عن سميرة رعد 84 عاما بقولها: ليس لدينا أي مكان نعيش فيه الآن أو أي جهة قد تساعدنا. ولد سميرة رعد بنتان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضحت أن مسؤولين محليين قرروا تنفيذ مرسوم عسكري يطالب بهدم المباني الخرسانية السورية التي يزيد ارتفاعها عن متر واحد قبل الموعد النهائي في 1 يوليو، خوفا من أن يأتي الجيش بالجرافات ويدمر المخيمات على الأرض، مضيفة أن العائلات السورية قررت القيام بالعمل بنفسها من أجل إنقاذ الممتلكات القليلة التي تملكها. وتعمل جمعية المعونة المباشرة البريطانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على بناء ونقل الأسر إلى ملاجئ جديدة من الخشب والقماش المشمع، ولكن الوقت ينفذ قبل الموعد النهائي. وقال محمد القاسم 47 عاما وهو أب لخمسة أطفال فقد ساقه بعد هجوم بالقصف في سوريا: بكيت عندما وصلنا أمر بهدم منازلنا. يقول موقع شبكة بي بي سي أن هناك تشريعا أوروبيا يجبر السيارات الكهربائية الهادية على إصدار ضجيج، حيث يجب على السيارات الكهربائية الجديدة أن تكون قادرة على إصدار أصوات تلفت انتباه المشاة، وفقا لتشريع أوروبي جديد يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. وجاء التشريع الجديد بسبب المخاوف من أن تشكل السيارات الجديدة خطرا على المشاة الذين لن ينتبهوا لاقترابها منهم لعدم إصدارها أي صوت. وسيترتب على جميع صانع السيارات الكهربائية تزويد السيارات بجهاز يصدر أصواتا تشبه صوت المحرك التقليدي. الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن بأنه سيحظر استخدام السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين ابتداء من عام 2040. محمود ياسين كتب مقالا عن بلد لكل اليمنيين، وأضاف في المقال الذي تنشره بلقيس: تذكروا أن كل هذا الهجاء لصنعاء سيتحول عند أغلب الشخصيات إلى إطراء، وأن صنعاء التي تتلقى الآن كل هذا التعنيف اللفظي ستكون ملاذهم آخر المطاف ولن يجدوا غيرها. البلد لكل يمني، والملاذ ليس حكرا ولا هبة، وهجاء صنعاء لن يقلل من عشقنا لعدن، وحرب الإخوة لن تجعلنا حكماء ومتمتعين ببصيرة زرقاء اليمامة. إنها خطيئة كل يمني هذه الحرب، طالما وهي تفصح عن وحشيتها في أي شارع يمني. تمر بآلاف التعليقات وتود لو أن جنوبيا يصادفك هناك يتحدث إليك كيمني ويريد إقليما ضمن اليمن الكبير على الأقل. تود لو يتلقى الجنوبيون
حبك لهم بوصفك يمنيا وليس شماليا يتملق حظهم الذي يظنونه مواتيا. هذه هبة إماراتية دولية ترعى في الجنوب ردة الفعل العمياء، وستقصي أي مستبصر جنوبي يسعى لنيل استقلالية عن صنعاء والبقاء في اليمن الكبير، أو ذلك الذي يفتح نقاشا مع الشمال بالمنطق وليس بالانفعالات وأوهام التميز. لا أحد أكثر ميلا للعنف من الآخر، لا مدنية متفوقة ولا أحداث تستحق كل هذه الضغينة، لا اغتصابات ولا مقابر جماعية ولا عمليات تطهير عرقي بعد. كلنا يمنيون أبرياء حتى في عنفنا للآن. والإشارة لكون صنعاء ستكون الملاذ ليس تقريرا عن اتضاح حقيقة أخلاقية أفصحت عن كون العاصمة هي المدينة الكوزمبولاتيك، ونحن كنا نظنها عدن هي الجديرة بالمصطلح الكوزمبولاتيكي. لا أحد منا كذلك، فالمصطلح للمدن التي تتعايش فيها الثقافات والعرقيات واللغات والديانات. أما نحن فيمنيون وحسب، ولا فواصل تستدعي الاحتفاء بآمال التعايش بوصفه إنجازا متقدما، إذ أن التعايش ليس عملا مبهرا ومتسامحا بين أفراد عائلة واحدة. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف، بعضها ذات طابع سياسي وأخرى من خيرات الطبيعة، نتابع. فن الكاريكاتير تحول من مجرد تعبير عن لحظة عابرة وعن مزاج شخصي للرسام إلى التعبير عن موقف سياسي معارض أو مؤيد، وإلى قول ما تعجز الكلمات عن إيصاله. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.